السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الأصدقاء طلب من عندي شلون أنصف شبك الخشني. هذا الحبل أبو الرصاص جوا. طبعاً الشبك يكون ملموم صحيح حتى شلون ما يمشي ما يتخربط. ما جاري كلش سحب الشبك. هذا الشبيت كمل هذا شو
هذا الشبك حجمه 25 يعني رقم 4 والخيط 11. ما شاء الله خوش ابو خريزه. ما شاء الله خير وبركة. ولا تنسون اللايك. أنا وعلي أكو بعض الأصدقاء يقولوا لي اسحب شبك باسمي، يعني واحد يقول لي مثلا صار 4 مرات يقول لي 5 مرات يقول لك ليش ما اسحب شبك باسمي، ترى ألغي اشتراكي يعني شيء يعني إنه محمني من هي يا بألغي اشتراكك، فالرجاء يعني رجاء بعد لا ما اريد اسمعك يعني وما اريد اشوف ايش تعليق، انت ما عاجبك الغي اشتراكك وخلاص بعد عليش الحكي هذا، يعني والله محملني من نيه ترى الغي اشتراكي، يقول ها راح الغي اشتراكي قاعد اسوي لا الغي اشتراكك عمي الغي انت بكيفك ما جابرك انا اشتري، يعني مسوي عليه فضل طلع اخوي. أنا ما ناسب هاي شباكه، هذا شبك ابو خريزه نصبته وعندي بعد شبك مال شانق نصبته. والله اتمنى يعني بعد ما اشوف ايش تعليق، يعني ارجوكم ترى ما يصير يعني هيك، ترى الغي اشتراكي اذا ما تذكر اسمي، انا اي واحد يطلب من عندي اذكر اسمه بس شنو ورقه ومسجلهم بالسره.
الله. اخوان ان شاء الله خير وبركة. ما شاء الله خير وبركة، اللهم صل على محمد وآل محمد، خير وبركة، اللهم صل على محمد. بارك الله فيك. اللهم صل على جماعة عرسين البلم كله من هذا السمك البلطي وأشكال. الله ينتقم من عندهم. هذا بعليوي هذا ما عايفيني.
خير وبركة. لأن خلال أقل من ساعة. لأن أقل من ساعة. ما شاء الله خير وبركة. اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوا جماعة العزيز الكهربائي. الله ينتقم منكم. ولا يرزقكم. ولا يرزقكم. دنيا وآخرة. Thank you.